أكد عدد من المحللين الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم لأعمال القمة العربية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على أهمية ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من مضامين ورسائل محورية تعكس النهج القويم والسياسة الحكيمة لمملكة البحرين في التعامل مع مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية في إطار دعم جهود العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات المختلفة في وطننا العربي. حرص كبير على تعزيز دور مملكة البحرين الفاعل في تطوير العمل العربي المشترك وتأكيد على مكانتها الفاعلة مع محيطها الإقليمي والعربي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جاءت كلمة جلالته السامية لتبرهن على دعم جلالته لمسيرة العمل العربي المشترك وما من شأنه أن يحقق التضامن والتكافل العربي وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. أعتقد أن السياسة البحرينية تعكس فلسفة التوافق العربي. ملك البحرين دائما مهتم بالقضايا القومية، طرف فاعل فيها. البحرين دائما ما تستضيف الكثير من أصحاب هذه الأزمات وتسعى إلى حلول. دور البحرين في القضية الفلسطينية أمر لا ينكر، دور البحرين في أزمة العراق، في الأزمة السورية، كل ذلك الحقيقة يمهد الأجواء لعقد قمة عربية ناجحة. أيضا بلا شك دعوة لحضور القمة في المملكة في مملكة البحرين بلا شك أنها دعوة يعني تؤكد من جديد التزام مملكة البحرين بالعمل العربي المشترك ودورها. حقيقة البحرين دائما كانت يعني تجمع العرب في المنامة من أجل مصلحة العرب ومن أجل العمل العربي المشترك ونحو مستقبل أفضل للجميع. إعلان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في كلمته السامية أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32 في جدة عن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة عام 2024 يؤكد النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في تعزيز العلاقات العربية ويرتقي بالتعاون والترابط الذي يجمع الأخوة الأشقاء العرب كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية. البحرين كبلد تقدم نموذج للسياسة الراكزة وللمسؤولية العربية، يعني هناك نوع من المسؤولية الداخلية التنموية وكذلك مسؤولية في القضايا العربية عالية جدا جدا. لولا هذه السياسة لما كانت البحرين تستضيف بتسارع القمم العربية واحدة تلو الأخرى. كان جلالة الملك واضح في كلامه عندما رحب بمشاركته في قمة البحرين بأن البحرين ستكون منطلق جديد للسلام، منطلق جديد للوحدة العربية، منطلق جديد لاحتضان الآخرين الذين الآن هم في نزاعات سيأتون للبحرين، وكأنه يتوقع أنهم سيأتون للبحرين موحدين وستنتهي هذه النزاعات. وهذه نظرة تفاؤلية من جلالة الملك، أعتقد بأن نظرته الثاقبة هي الأصح. وإحنا كان بنوقف عند كلمة ملك البحرين وكلامه عن القضية العربية بشكل معمق بشكل دقيق جدا، واهتمام بالقضية المصرية، قضية النيل وحق مصر في مياه النيل، خاصة القضية تهم 100 مليون مصري، قضية وجود لنا 10 سنين أو أكثر في المفاوضات بلا نتيجة. كمان كلامه في جزئية دعوة الزعماء والرؤساء للبحرين في القمة القادمة كان واضح جدا جدا اهتمام بالقضية العربية على الشكل الخاص، على المستوى الخاص والمستوى العام. الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم شاملة لجملة من المحاور أبرزها تطوير مسيرة العمل العربي المشترك وضرورة تحقيق الاستقرار والرخاء والوئام عبر اتباع نهج السلام العادل والشامل، كما بيّنت كلمة جلالته مدى الاعتزاز بالأمة العربية وتاريخها العريق وأهمية التمسك بقيمها الدينية والإنسانية والحضارية. إشادات واسعة حظيت بها مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة خلال قمة جدة، والتي أكدت دور المملكة الفاعل مع كل القضايا العربية وما من شأنه تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك. من مقر انعقاد القمة في جدة، يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.